السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كتير منا يا جماعة بيقع في المشكلة اللي انا هقول عليها دلوقتي. واحد سافر اي بلد من البلاد العربية، الكهرباء بتاعتها 110، يعني جميع الأجهزة بتشتغل على 110. يجيب مكنة صغيرة، يجيب سشوار، يجيب مش عارف راديو صغير، حاجات صغيرة كده ممكن بتشتغل على 110. نيجي شغلها هنا، ما تيجي شغلها ممكن تتحرق لو شغلناها على 220. فطبعا ممكن واحد ياخد باله ويغير يعني يشغلها على 110، سواء يجيب لها محول او ترانس خارجي، او يغير الترانس الداخلي اللي بيشتغل على 110 يغيره بواحد 220 ويطلع نفس الخارج. بس ساعات في حاجات ما بيبقاش فيها ترانس، بتاخد 110 وهي بتطلع عن طريق دايره داخليه، دايره باور داخليه، بتطلع علينا الفولت اللي احنا عايزينه في تشغيل هذه المكنه. فاحنا كده لازم نركب لها محول او ترانس خارجي. فالحمد لله احنا عندنا فكرة هقولها لكم دلوقتي. لو عندنا ترانس كده، ده بيشتغل على 0 117 220، يعني عندنا اما نيجي نوصل هنوصل الطرفين دولك. طيب لو احنا في اي بلد بره بتكون بتشغل على 110، هنا طبعا 117، بين ايه؟ بنوصل الطرفين الوسط والزيرو. طيب اما يجي في مصر احنا هنستغل الفكرة دي. في بعض الترانسات القديمة مكتوب موجودة عندنا في اي جهاز نشتريه ونستفاد من الفكرة اللي اقول لكم عليها دي. هنعمل ايه يا جماعة؟ اول حاجة ادي الباور في شاهي، هنوصلها ب 220 كده، والطرف الثاني ب طرف الارض اللي هو الزيرو. الزيرو طبعا هنغطي الطرف دوك لان ده كده بيبقى فيه كهرباء، هنغطيه. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنجيب فيشة كده يا جماعة تانية، فيشة انتاية، وهنعمل الفكرة دي كده. هنحط الطرفين، الطرف الزيرو والطرف 110 اهو، اعملها وارجع لكم. اهو يا جماعة ركبنا السلكتين هماك، خدنا الزيرو وخدنا 117 اللي هم بنسميهم 110. هنلاقي يا جماعة ونحط كده الكهرباء اهو، حطينا الكهرباء 220 كده، وصل الترانس على الطرفين الجانبين دولك، الزيرو وال 220 كهرباء عمومية بتاعتنا احنا. احنا بقى عندنا مكنة او اي آلة او اي جهاز بيشتغل على 110، ممكن يا جماعة نوصله بالفيشة النتاية دي على الطرفين هنا زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا يا جماعة كام؟ 113، يعني 110 هنا هو نقدر نشغل اي جهاز 110 فولت، بيشتغل على 110 فولت، ولا نشتري محول ولا اي حاجة، ونوصله بالفيشة العادية مثلا مكنة حلاقة، سشوار. بس طبعا الامبير اللي احنا الحاجه اللي هنركبها هنا امبيرها يكون مناسب لامبير الترانس اللي احنا هنركبه، ممكن يكون عندنا في اي جهاز قديم او ممكن احنا نشتريه. ارجو ان تكون الفكره. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.